تنقدر ننقذ مواسم التفاح. الحل عمليا ما في 200 حل، يا بقى نعمل براد للتفاح، والبراد في عنده كيفية تشغيلية بس بنكون أجلنا الأزمة. أما إذا بتصنع التفاح لمدة تنحفظ من دون حاجة لبراد، عمليا صار عندك منتج فيه قيمة مضافة وفيه ربح أكثر. كان كل هودي الكب اللي على الارض، يعني هو بسموه النتر او نفو. نتر او نفو يعني التاجر ما ياخده، هذا كله ممكن تصنيعه. ريمون نهرة، رئيس تعاونية زراعية بتنورين. كان ضروري نعمل منتجات ما كتير في منها بالسوق، بمعنى خل التفاح ومربى التفاح كل الضياع اللي عندهم تفاح بيعملوا منه موجود بكثافة كتير عالية. نشغل على منتجات نسبيا جديدة بشكل أساسي، مواد ما فيها سكر، مواد أوقات يعني في بعض المواد منها هو جلوتين فري، ومواد تحاكي الأذواق الجديدة عند الشباب فيما خص المشروب والأكل الصحي. تفاحة مثلا بس نعصره، العصير تبعه بمجرد الغلي بيتحول لدبس، واللي هو على الانترنت ممكن نلاقيه او بالبيت برا يسمى فيجن هاني او بديل عن العسل، يعني نظرا للمكونات تبعه الغنية بالفايبر. من الطحين من اللب تبع التفاح ممكن نجففها ونعمل طحين، هيدا طحين هو اللي بيسمح لنا نعمل بسكوي، وهيدا طحين هو ذاته مع الدبس بيساهم بانه نقدر نعمل التمر التفاح او معجونة التفاح. اما مع عصير التفاح بحد ذاته من دون بروسيسنج، بس هون بصير بده يتخلوا سكر، فينا نعمل فيه راحة التفاح اللي هي عمليا يعني مستوى مختلف عن الراحة اللي نعرفها بالعادة اللي هي كنية عن مي وسكر ومي زهر ومسكي. وعصير التفاح هو ذاته من دون يعني جهد كبير قادرين نعمله نبيد. هلا هيدا النبيد في حال كان في وفرة منه، وعمليا في وفرة منه، قادرين نرجع نقطره ونعمله ويسكي تفاح. وهذا خل تفاح محلى بدبس عنب، بس كمان فينا نحليه بدبس تفاح، فعمليا بصير في عنا خل حلو قريب كتير على البلساميك، ولكن فيه كتير روايح وطعمات مميزة وأطيب من البلساميك. تقلي هون تعاوني تأسس بالثمانينات، كانت نشطة ببدايتها، بعد الثمانينات صار في عندها في مرحلة ركود، وبال 2021 في جروب شباب تم انتخابهم تيرجعوا ينشطوا التعاونية، واشتغل بشكل أساسي على موضوع البحث لإيجاد منتجات من الفواكه المنتجة بتنورين، التفاح وغير التفاح. وبالوقت الحالي شغل بالتعاونية عم بيكون لتأمين المكانات الكافية واللازمة تنقدر ننقل هالشغل من صعيد تجارب وعمل شبه منزلي لمستوى صناعي يقدر اولا يصنع كميه كبيره من تفاحات تنورين، ثانيا كميه التفاح لمن باعت لانه لا تستوفي شروط الجماليه اللي بيطلبوها التجار بالمحلات. هيدي ممكن تصير ربيحه للمزارع عبر تصنيعها اكثر بكثير مما هي حاليا متروكة بالأرض. هالتفاحة مثلا كونه حجمها نسبيا صغير التاجر ما بيخده، ولكن حجمها صغير بيخلي نسبة السكر فيها عالية والمي قليلة، فهالتفاحة اللي التاجر ما بتناسبه عمليا كتير مناسبة للدبس ولألكول التفاح ولصناعات من تجزئة التفاح. هي فرق باللون، هيدا الصنف مرغوب أكثر من هيدي، فالصندوق من هيدي ممكن بيعمل 3-4 دولار كلون، هاي دولار ونص. هاي شجرة مطعمة من هالصنف، هلا عرفيا بسموها الفلاحين تفاح أمريكاني، اللي وراك بسموه موشح، وفيهم بسموه الصنف القديم. أوافي، كيفنا؟ عظيم، صحة منيح؟
تمام وانت؟ اخيرا في ممتاز داير شغل؟ الله يسهل، يعطيك العافيه. الله معك، باي. فعمليا التجار كانوا يجوا عند المزارع يقطفوا الموسم ويروحوا يبيعوه ويدفعوا للمزارع، وكان التفاح يجيب سعر مرتب. هالثقافه ترسخت مع الزمن وصار بالنسبه لمزارع التفاح تصريف التفاح يمر بقناه واحده، الا وهي انه التاجر بيجيب معه شغيلته بيقطفوا الموسم اللي بدهم اياه بيدفعوا بيفلوا. صار اللي بيقرر السعر عمليا هو تحالف التجار اللي بينسقوا بين بعضهم عن السعر، وبالمقابل المزارعين مش عم بيتعاونوا بين بعضهم تيتفقوا على توحيد سعر المبيع. والحل لهالنوع من الازمات انه المزارعين يتعاونوا بين بعضهم ان كان بتعاونيات او بجمعيات مزارعين ويوحدوا الاسعار اللي بدهم يبيعوا عليها. الحل البديل لهالموضوع كمان هو من خلال تعاونيات تصنيع هذا الانتاج بشكل انه ما يعود المزارع مضطر انه يبيعه بين ايلول وتشرين الثاني. عوافي صور يا بنتك صور. هو بيطحن هلا تفاح. سعيدة شو بنتش؟ قد ايه بنتش كمية؟ خل؟ ايه يعني عمليا صندوق ال 20 كيلو هيدا بيعمل لك تقريبا شي 12 خل تقريبا. 12 كيلو؟ ايه. لا لا هودي، لا هودي كله بصير خل. بس التفل اللي بيضل في تعمل طحين. مين عم يكبوه بعدين؟ على سبيل المثال من 3 4 سنين صندوق التفاح ال 20 كيلو كان بيتروح بين 8 و 10 دولار، وصارت تتراجع هيدي النسبة وصولا ل انه نفس التفاحات السنة سعرهم بين دولار ونص و 4 دولار. أما إذا التفاح صنعناه نقدر نعمل منه كذا منتج. مردودية الصندوق على المزارع بعد حسم كلفة الإنتاج تصبح عمليا بين 6 و 15 دولار على الصندوق. يلا روح عند الماما. في مادة خام كتير مهمة عنا إياها، قادرين نعمل سروات من خلال تصنيعها. وبرأيي إنه البديل للتفاح منه زراعة أخرى، هي تصنيع هالمادة صارت موجودة. فينا نعتبر إنه التفاح عمليا هو بترول الجرد.